متابعينا في كل مكان، متابعين صدى البلد. يمكن لحظات الفرح والسعاده اللي بتخيم بظلالها واحنا متواجدين امام ابواب لجان امتحان الثانويه العامه، بنرصد معاكم لحظات الفرح والسعاده لكل طالبات الثانويه العامه، الاحضان، اولياء الامور والاسر والعائلات، كل في حاله من السعاده والبهجه. احنا بننصر معاكم اجواء السعاده والبهجه اللي موجوده على كل اولياء الامور وردود افعال الطلاب. لحظات الفرحه والسعاده اللي موجوده على وجود طالبات حال خروجهم من ابواب اللجان زي ما احنا شايفين. متابعينا في كل مكان، متابعي صدى البلد، احنا بنسلط معاكم الضوء وبنرصد معاكم اجواء السعاده والفرحه على الطالبات حال خروجهم من ابواب اللجان. يمكن السعاده اللي موجوده من اولياء الامور والطالبات اللي بنرصد النهارده حال خروج طالبات الثانويه العامه. تابعينا في كل مكان، احنا بنرصد معاك اجواء الفرح والسعاده من الطالبات. يمكن ابتسامه عريضه على كل وجوه الطالبات عقب اداء امتحان ماده اللغه الانجليزيه. متابعي صدى البلد في كل مكان، امتحان عامل ايه النهارده؟ يعني المحتوى الانجليزي شكله ايه؟ دول تانية كلية. تابعينا واحنا منتظرين معاكم، بنسلط معاكم الضوء واحنا بنرصد معاكم كل اجواء الفرحة والسعادة. متابعي صدى البلد في كل مكان، واحنا متواجدين معاكم نفس الاجواء. امتحان عامل ايه النهارده؟ امتحان ايه كويس؟ تابعينا واحنا متواجدين معاكم بنرصد كل اجواء الفرح والسعاده وخروج الطلبه. امتحان النهارده عامل ايه؟ امتحان كويس؟ امتحان عامل ايه؟ كويس؟ امتحان كويس ولا عامل ايه؟ امتحان عامل ايه النهارده يا بنات؟ في تكات. عامل ايه الامتحان؟ الامتحان عملته ايه النهارده؟ حلو قوي وجميل قوي و حلو قوي، كان حلو كده كده كده. واللجنه كانت فاكره، اللجنه كسبت ايه الزياده والفاكره؟ هي دي كانت ايه بقى ولا ايه؟ صدى البلد. صدى البلد؟ يا عم والله من الامتحان كان عشرة. تمام بس انا بس اوقف. امتحان عامل ايه يا بنات؟ طريق بس. عدينا بس، عدى الطريق، عدى الطريق بس. دور على حد بيصور. الامتحان عمل ايه؟ عملت ايه النهارده في الامتحان؟ الامتحان جه المحتوى بتاعه ايه؟ المتوسط. المتوسط. الاسئله جاتنا مزاجها ايه او كده؟ خد طويل، محتاج تفكير، محتاج ايه الامتحان؟ الامتحان جه يا بنات النهارده؟
الامتحان عامل ايه يا بنيه؟ كويس؟ تابعينا في صدى البلد، احنا بنسلط معاكم الضوء على ردود افعال الطالبات وخروجهم من لجان امتحان الثانويه العامه عقب اداء امتحان ماده اللغه الانجليزيه. يمكن ردود الافعال والكل متواجد والكل هنا يعني ظل الفن. الامتحان عامل ايه يا بنات؟ الحمد لله كويس. يعني طمنونا كده، لان الامتحان جاي النموذج بتاعه ايه، شكله ايه، يعني محتوى واسئله يعني عاديه بس فيها تركات شويه يعني عادي شويه متوسط يعني. يعني مثلا نقدر نقول الكتاب قد ايه جزء جاي من الكتاب المدرسي وفي جزء محتاج افكار؟ لا مفيش كتير جاي من الكتاب المدرسي يعني. نمط الاسئله اتدربتوا عليها على مدار السنه؟ عليها اه، بس هي مثلا عايزه ترجمه شويه. سؤالي الترجمة جايز هو فوق ايه، الجرامر او كده او القطعة؟ القطعة هي اللي تقيلة شوية، عايزة يعني قراءة كتير، عايزة وقت يعني يبقى ايه، محتاجة فكرة اكتر. اه فكرة. تمام، ربنا يوفقك. تابعينا، احنا متواجدين معاكم وبنسلط معاكم الضوء على ردود افعال الطلاب وطلبات من ابناء طلبات الثانوية العامة، واحنا بنتكلم معاكم متابعي صدى البلد في كل مكان. احنا بنسلط معاكم الضوء على ردود افعال الطلبات بعد امتحان الثانوية العامة. الامتحان كان عامل ايه يا بنات النهارده؟ الانجليزي جاي يزوفي القطع، يعني القطع جايه طويله ولا التساؤلات فيها ايه؟ كتير وفي كلمات رخمه وفي حاجات كده كانت محتاجه فكر. اه افكار كتير قطعتين بس، كده تانية بالذات قطعه تانية بالذات. تمام، متابعي صدى البلد رصدنا معاكم تفاصيل وردود افعال كل الطالبات امام لجنه امتحان الثانويه العامه النهارده، واجواء من السعاده والفرحه. يمكن البعض منها يحين له بعض لحظات الفرحه والدموع لبعض صعوبات وتركات اللغه الانجليزيه. شكرا لكل المتابعين.